عليكم. اليوم طبختنا سهلة وبسيطة، عرسية إماراتية، ما لها مكونات وايد. مكوناتها بس دياي والعيش اللي هو الأرز كيلو ونص، وطبعا البصل لأنه بنزين فيه في النهاية بنحطه على الوي، فأنا حطت 2 كيلو بس حسب الكمية اللي تبونها. احنا نحب بصل يكون وايد فوق الوي فيكون افضل، كيلو او كيلوين يعني حسب. وطبعا ليمونة، الدياي بغسله بليمون وملح وخل بس، ما في مكونات ثانية. يعني المكونات الدياي والعيش والبصل، وطبعا السمن يكون سمن بلدي، هذا افضل شيء اللي هو الاصفر، يكون فيه بهارات جاهز. انا ما بحط فيها بهارات، هي طريقتها سهله جدا. الحين ببدا اول شيء بملح، بغسل الدياي بالملح وخل وليمون، بقصص منه اول شيء الاشياء الزايده. اول شيء لازم هاي بنشيلها كامله، وهذه بنشيلها كامله، هالدهون كلها بنشيلها، وبقصها بهاي الطريقة. أنا بقصها 4، بقصصه وبعدها بغسله. بغسله بالملح والخل، بغسله زين انه ما يكون في اي ريحة زفر. بشيل طبعا هالجلد كله، هذا كله وهاي لازم اشيلها. بس بيكون بهالشكل كله نفس الشيء. اكمل تجهيز الدياي وارجع لكم. قصصت الدياي، شلت منه الزوايد، شلت منه اي اللي يكون زفلطة اي شيء، خليته نظيف تماما. الحين بحط عليه الليمون والملح والخل وبخليه شوية وبعدين برجع اغسله. بحط الخل وشوي ملح، بس بفركه فيهم شوي، وبعديها برجع اغسله من الملح والليمون والخل، اغسله زين وافوره. بحط الماي تفور، بحط الماي تغلي. اول ما تغلي الماي تفور، يعني بسلق فيها الدياي، فالماي بتفور شوي لين تسخن تفور، يكون الدياي شوي نقعته في الخل والليمون، وبعدها بغسله وعلى طول بحطه. طبعا ما بحط ماي مال الحوض، بحط ماي زينه للشرب، لان الشوربه ما بكبها، يعني شوربة الدياي هي اللي بسوي فيها العيش. أربعة لتر ونص، حطيت 4.5 لتر ماي. الحين بحطه يسخن، أول ما يغلي بحط فيه الدياي. بخليه يسخن عاد لين اجهز البصل، وبعد شوي يعني قبل ما يبدا يغلي بشطف الدياي من الملح والخل وعلى طول بفوره. بنشوف خطوه بخطوه. ببدا اجهز البصل لين يخلص يفور الماي ويستوي الدياي، اكون جهزت البصل. وما بياخذ وقت، اول ما يستوي الدياي بنخليه لين ما يغلي
يعني غلوة غلوتين دياي بيستوي، لأنه دياي أصلا الصغير ما بياخذ وقت. بعد ما خلاص خليته شوي في الملح والخل والليمون، الحين غسلته زين كامل وما في اي قطع مني كل هذا شليته ونظيف تماما. الحين سخن الماي، الحين الماي فارت، انا خليته في مشخل عشان ينزل كل الماي، ما يكون فيه ماي فما يتم يقطر مي وانا اسلقه. هاي معلومة للمبتدئين، البنات الصغار يوم يغسلون الدياي لازم يحطونه في مشخل بينزل المي، انه يوم يجون يسلقونه ما يتم يقطر منهم مي ويقطر مي منه داخل الشوربة، فما في اي سوائل نهائيا ولا مي في مشخل، والمي اللي فيه يتصفى زيادة هنا. بخليه الحين لين يفور، يعني هي المي غلت بس يغلي شوي، بشيل الريم وبخليه يستوي. بعد ما اشيل الريم بخليه يستوي، بياخد عاد ما بياخد وقت وايد، حوالي 10 دقائق ربع ساعة بيستوي، لان دياي الصغير بس ممكن اخليه زيادة شوي انه بيطلع من العظم، لازم اخليه لين يطلع من العظم بيسهل علينا. الحين بدأ يفور الدياي، ببدأ أشيل الريم، يا ما بخليه لين يفور كامل وبعدين أشله عشان ما يمسك فيه الريم، بشله كله. هو ما في وايد، يعني ما شاء الله أنا غسلته زين فما في ريم وايد. يعني شوربة ما شاء الله نظيفة. بس بخليه يستوي وكل شوي بطل عليه، يوم اشوف الريم فوق الوية هذا البني بشله. ها طبعا المعلومات كلها انا اقولها للبنات الصغار اللي تو مبتدئين، اللي اول مرة يدخلون المطبخ، فلازم يشلون الريم. وبعد في معلومة ثانية عندي، البنات اللي بعد ما يطبخون يخلصون يحطون الخاشوقة فوق الغاز ولا يحطونها في الطاولة، ويرجعون يطبخون فيها حتى لو كان غازش نظيف وغاسلتنا وطاولتش نظيفة ومغسولة، بعد ما ينفع، لازم تكون عدال الصحن سهل. يعني خلي دايما عدال الصحن مغسول نظيف تحطي فيه الخواشيق، ما تحطي الخواشيق لا فوق الغاز ولا هالحركة، في بنات يسوون هاي الحركة بعد ما ينفع هالحركة، لا هالحركة ولا فوق الغاز، أنا شفتها على بنات وايد يسوونها، طبعا توا مبتدئين بالمطبخ، بس الستات البيوت الكبار بيعرفون هاي المعلومات كلها، فما يحتاج نقولها، عشان ما في واحدة تطلع لي وتقولي لا تعلمينا، لأن كلامي للصغار اللي توا داشين المطبخ. بس اني انا شفت يحطون الخشوقة في الغاز، يحطونها في فوق القدر ولا فوق الغطاء ما ينفع، حتى شيها اشوف يخلصون ويعلقونها يحطونها كذي ويروحون، ليش ما يجوز؟ الحين على طول صحن عدالش نظيف تحطي فيه خواشيش واشياش. طبعا لان توه يبدا يغلي فبعد في ريم، فانا بغطيه شوي وارجع اشوفه. هذا كله لازم نشله. ومعلومة إضافية، لازم يكون عدال الصحن، لأن البعض طبعا يشلون الريم ويمشون لين الحوض عشان يكبونه،
يقطرون فوق الغاز ويقطرون على الأرض وعلى الطاولات لين يوصلون الحوض. لو كان الحوض قريب ولا بعيد أسهل شيء ها يبي صحن عدالش أي ملا شيء وشيلي فيه الريم كل هذا اللي ما تبينه وحطيه. بيتم غازش نظيف والمكان نظيف ولا تقطرين كله في الأرض. هاي معلومات مفيدة ومهمة جدا للبنات المبتدئين. بعضهم قالوا لي نزلينا فيديوهات تفصيلية وقولينا كم كمية البهارات كم الملح كم خشوقة، فكل هذا إن شاء الله بسوي فيديو بعدين، لأني أنا فيديوهاتي أكثر شيء للكبار. أحط يعني الوصفات أقول الملح حسب الرغبة، البهارات أقول خاشوقة يعني ملعقة واحدة، ففي منهم عاد يقول إيش لازم تكتبي تقولين كم وتكتبين كم الكمية وكم خاشوقة ملح وكم الفلفل وكل شيء بالتفاصيل. فإن شاء الله بعدها بنزل تفاصيل مملة إن شاء الله للمبتدئين، وبسوي فيديو بعد إن شاء الله طريقة تقطيع الدياي وتنظيفها وكل شيء من البداية. بس حاليا أنا طبختي بعض المعلومات لهاي اللي تحطي اللي الخاشوقة تمشي للحوض اللي تحطي الخاشوقة فوق القدر، فمعلومات على السريع. خلصت البصل جهزته، سويت شوية جوانح بهذا الشكل بحمرهم بيكون حلوين، وهذا فالحين ببدأ أقليه لين أخلص لين يستوي الدياي أكون خلصت البصل. الحين بعد ما الحين خلاص شليت الريم وبدأ الدياي خلاص يستوي بحط الملح. بعد بقولكم كل واحدة تضبط ملحها حسب كمية المرق اللي عندها تضبط الملح. أنا حطيت هذا خشوكتين. بعد ما يبدأ يستوي كامل خلاص بشوف الملح. قبل ما أحط العيش بتأكد إن الماء مضبوطة تكفي كمية العيش. أنا مسويها كيلو ونص والماء 4.5 لتر. فبيكفي يعني يدوب ان يستوي العيش وما يكون فيه مي وايد، لازم يكون مظبوط. فبنضبط نفس الشيء كمية الملح. انا غسلت العيش خليته هذا، بعد ما غسلته خليته منقوع في المي بهالشكل. غسلته 3 مرات وتأكدت انه ما في نشا وايد. هذا الارز بسمتي اسمه عيش، فأخليه منقوع في الماء يعني حوالي نص ساعة لين أخلص الدياي وأجهزه، بعدين برجع بحطه. سخن الزيت، بحط البصل، بحط رشة نشا خشوقة، برش على البصل هذا الجوانح عشان يكون مكرمش شوي يكون يعبس. بس بقلبه شوي في النشا ويوم بطلع البصل أولي بحط هذا على طول بحمر. خليه بين يستوي لونه ذهبي حلو. الحين خلاص يقرب، بس بقلبه ما بين كل دقائق يعني ثواني بقلبه، ما بخلي وايد عشان ما يحترق من جنب وجنب ابيض. وشوي خلاص يقرب يستوي كل شوي بقلبه لين ياخذ الشكل اللي هو الحين شكله اوكي.
يبدأ يتغير لونه بسرعة على طول يحمر، فما أخليه وأتركه وأسوي شيء ثاني لأنه بيحترق بعدين، بيكون لونه مو حلو إذا سويت كذا. أخذ اللون الحلو، الحين أشيله من الزيت، أصفي زيت. طلعته بهالشكل، الحين بعد ما طلعته في نفس الزيت بحط هذا اللي سويته ويا نسيت سويته، حطيت هذا اللي سويته ويا نشا البصل جوانب مع شوي نشا عشان يكون مقرمش وحلو، ان شاء الله بيطلع حلو وشكله كمان حلو طعمه حلو. بخليه يحمر، هذا جاهز. بخليه مهوي شوي عشان ما يطرف، ابى يكون شوي يابس انه ما ينعجن، يكون احسن لما يكون شي مقرمش شوي، لاني انا بزين فيه العرسيه من بس بحط فوق، يعني ما بحط داخل العرسيه بس بنرش على الوي، فبخليه مهوي ما بلحق. جرب يحمر، الحين استوى الدياي، اتاكد ان الملح مضبوط، لو مضبوط خلاص بحط بشيل الدياي وبحط العيش. ملحة اوكي، الحين الطريقة بشيل الدياي عشان اشيل منه العظم وبرجع مرة ثانية في المرق، وشو استوى وطلع من العظم، بس انا بشيله عن المرق لين اشيل العظم منه كامل وارجع مرة ثانية وارجع احط فوقه العيش. استوى وطلع من العظم بروحه، بس يا دوب بنسحب منه العظم الباقي وخلاص، وبنرجع وبنحط وياه العيش. الحين بخليه بس يبرد شوي، يعني اني اقدر امسكه عشان اقدر اطلع العظم. احمر، اخذ لون ذهبي حلو، ما بخليه لون احمر لا لون ذهبي حلو، هذا اللون خلاص ابدا اطلعه عشان لما اطلع كله لو خليته احمر الاخير بيحترق، فشي ابدا اطلع خلاص.
تسمعوا صوته، صوت خرخشه مقرمش لذيذ، بس عشان حطيت فوق النشا فهذا مقرمش. هذا شوي بعد مقرمش نفس الشيء، بس مو مثل هذا الجوانح. بعد ما بلحفه عشان ما يطرى بخليه مهوي لين اي اغرف بحطه فوق الوي. الحين ببدا بس بشيل منه العظم والعروق، طبعا يعني بشيل العظم منه والعروق بس. هاي العروق اللي داخل ضروري نشيلها. باخذ بس اللي دي يعني، هذا كله بشله، وهالعروق او مكان العظمه يكون فيه هذا النفس الاحمر نفس الدم بعد بشله. بس بقصص شوي وهو بينهرس مع الأرز مع العيش، أرز بالمصري وعيش بالخليجي. الفخذ يكون فيها العروق هاي كلها بشيلها. بكمل كمية وبخلص برجع. خلصت الكمية، الحين شلت منها كل العروق، تأكدت ما في اي عروق، ما في عروق وما في عظم. الحين بحطه وبحط العيش، وهذا طبعا القطة والحلوين يتريقوا. المرق قاعد الحين يغلي هو نفسه. الحين بحط هاي كمية الدياي، نفس كمية الماي، نفس المرق نفسه، بس شليت الدياي، شليت منه العظم رجعته هو مكانه في نفس المرق ما غير. بعد ما رجعت الدياي مكانه الحين صفيت العيش من الماي، الحين بحط بخليه عاد لين يستوي، لين يستوي العيش بيشرب الماي كامل، يشرب كمية الماي. لو شفت احتاج شوية ماي وشفته بعده يعني العيش ما انهرس، لازم ينهرس. لو ما انهرس وما شرب وشرب الماي وما انهرس بزيد شوية ماي، وطبعا بزيد وياهم شوية ملح. لو ما كفت الماي وما زدت ماي ما بزيد ملح، بخلي لين ينهرس يشرب الماي كامل بعدين ببدأ اهرس. نشرب الماء، استوى كامل، بس الحين اخليه شوي بقصر عليه لين يشرب باقي الماء هذا كله وينهرس. عقب بهرس عاد، في يهرسونا يضربونا في الخلاط، في يهرسونا بمضرب، انا بس بالخشوقة شوي اقلبه وخلاص، بس هو يكون مستوي وجاهز. طريقته سهلة وايد. وقرب خلاص يشرب الماي كله، بس بوطي النار شوي، خليه ينهرس مع بعضه مع نفسه، خليه مع نفسه شوي.
الحين شربت المي كامل وقصرت عليها النار وخليتها لي انهرست بهذا الشكل. الحين بحط السمن، بنزلها من على النار خلاص. بنزلها من على النار وبحط السمن وببدأ أهرس فيها لين ما تتماسك وتكون بالشكل اللي بتشوفونه إن شاء الله، لا هي طرية ولا هي يابسة وبتكون حلوة. بحط السمن البلدي ونكمل. وبعد ما قلبتها لين هرستها زين، خليتها تاخذ السمك اللي ابغيه، حطيت السمن واستمر اقلب فيها لين تنهرس، لاني انا ما بسويها بالخلاط ولا مضرب، بس بالخاشوقة بقعد اقلب فيها لين تاخذ السمك اللي ابغيه، يعني لا تكون يابسة ولا تكون طرية، مضبوطة يعني نظريا الواحدة تشوفها تكون مضبوطة وتكون جاهزة. كده تكون جاهزة وغرفتها وأرتب الشكل، طبعا بهالشكل مثل ما تشوفونه أرتب زين كأني أسوي كيكة، يعني رتبتها وحطيت فوقها شوي بصل ونقدمها بهالشكل. ويلا جربوها وإن شاء الله تعجبكم، طريقتها سهلة وبسيطة وبألف عافية. حياكم الله، لا تنسوا الدعم. باي باي.